حملات كري وتنظيف للأنهار الواصلة إلى الأهوار تجريها كوادر وزارة الموارد المائية هنا في ذي قار لديمومة وصول الإطلاقات المائية من نهر الفرات والمصب العام لأعماق الأهوار لتلافي موجة الجفاف التي ضربت الأهوار مؤخرا. هاي الأعمال اللي احنا اشتغلناها قد أتت أكلها بحيث أنه استقر السكان المحليين في مناطقهم، بالإضافة إلى أن نوعية المياه داخل عمق الأهوار تغيرت، وهذا يعود إلى التطهيرات لأعمال الكري وتعميق المسالك المائية وإيصال المياه إلى البرك العميقة. فيما أكدت حكومة ذي قار المحلية أنها تولي قضايا الجفاف أهمية كبيرة لمنع هجرة السكان المحليين ونفوق الحيوانات، خصوصا في إمكانية كري مصادر المياه الداخلة إلى الأهوار، في حين يرى مراقبون أن حملات وزارة الموارد المائية تأتي في وقت تعاني فيه أهوار المحافظة من جفاف كبير، وقد تنعش هذه الحملات أجزاء من تلك الأهوار. تأكيد حكومة ذي قار تقوم بالكثير من الأعمال الاحترازية والتدبيرية لمعالجة شحة المياه من خلال فتح القنوات وشط الجنابيات الذي يكون بالتوازي مع الأنهار والأراضي الرطبة لا سيما في الأهوار، وبالتأكيد هذا نحاول قدر الإمكان إيصال المتيسر من كميات المياه إلى تلك المناطق، ونحاول قدر الإمكان نحد من الهجرة اللي تعصف بالمحافظة. بالتأكيد تطهير المبازل والقنوات الموصلة للمياه الأهوار هو عمل جيد، لكن أن يكون ضمن رقعة جغرافية محدودة حتى فعلا يتم الاستفادة من هذه المياه الواصلة لمناطق محدودة للأهوار لإنعاش سكانها. وكان وزير الموارد المائية في زيارته الأخيرة إلى ذي قار قد أعلن زيادة حصة المحافظة من الإطلاقات المائية وتكثيف الجهود في كري وتنظيف الأنهار الواصلة إلى الأهوار في خطة الوزارة لتلافي أزمة شح المياه هنا في المحافظة. من ذي قار سعد الركابية، قناة الفلوجة.